لماذا الماعز فيه أقل كوليسترول؟ هو فيه مش ما فيه، هو أقل بشيء بسيط من الغنم. لماذا؟ لأنه يتحرك أكثر من الغنم، والإبل ليس فيها كوليسترول، بمعنى الأعلى جودة من اللحوم ليست الدجاج الأبيض، إنما أعلى جودة هي الجمال لحوم الإبل. فهذا اللحم الذي ليس فيه كوليسترول ولا يضر أصحاب السكري ولا يضر أصحاب الحساسية، بالعكس هو اللحم الذي يجب أن يستهلكه أصحاب الحساسية، والربو على الخصوص أصحاب الربو يجب أن يطبخوا بشحوم الإبل وأن يستهلكوا لحم الإبل. فلما أخذنا التصنيف وجدنا أن الإبل في الصف الأول، ثم النعامة في الصف الثاني، ثم يتبعها دجاج بلدي، ثم الماعز، ثم الغنم، ثم الأخير من هو؟ الخنزير. الخنزير هو الأخير يعني في المؤخرة، يعني هو الكسول قاع في الحيوانات، الخنزير في المؤخرة. أحسن جودة لحوم الإبل، لكن أوروبا لا تريد بأن تقول بأن الجمال هي أعلى جودة لأن ليس لديها جمال. فإذا قال علماؤها أن الجمال هم أحسن جودة فستهجم على إفريقيا كي تأخذ لحوم الجمال لأنها تحترم رغبة المستهلك ديمقراطيتها. إذا قال المستهلك أريد لحوم الجمال فكل الجمال الإفريقية ستذبح وتروح إلى إفريقيا إلى أوروبا. هذا الآن العلماء يسكتون على هذه الحقيقة. لماذا؟ لأنها استراتيجية. لما أقول استراتيجية هي اقتصادية سياسية. كلمة استراتيجية تجمع الاقتصاد مع السياسة. ولماذا هذه الأشياء يسكت عنها؟ فنحن عملنا يعني بحوث الحمد لله على لبن الإبل وعلى لحوم الإبل وعلى شحوم الإبل، والآن صنعنا بعض المراهم بوماد، صنعنا مراهم من شحوم الإبل ضد الألم وحتى ضد بعض الأمراض الأخرى وحتى ضد الإمساك، أشخاص اللي عندهم إمساك فشحوم الإبل ترطب الجهاز الهضمي. هل علمتم هذه الحقيقة؟ ويضرب الله سبحانه وتعالى المثل في الخلق بالإبل. النهار غادي يعني يوم البعث من الله سبحانه وتعالى يعني غادي يبغي يورينا كيفاش تم الخلق، سيختار يعني الحيوان اللي غادي يختاره باش يورينا الخلق ديال الحي سيختار الإبل. والله سبحانه وتعالى دائما يقسم بعظيم خلقه، لما أقسم بالتين والزيتون معنى أن ليس هناك أعلى من التين والزيتون في التغذية وفي الطب. لماذا يقسم بالتين والزيتون؟ لماذا لم يقسم بالتفاح والموز؟ أقسم بالتين، فإذا اجتمع التين والزيتون لم يبقى هناك مرض، لأن التين ضد الإمساك والنقرس، والزيتون ضد أمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط وضد السرطانات. هل يبقى هناك مرض؟ لا يمكن أن يبقى. وليس التين الذي تأكلونه، إنما أوراق التين كذلك، الورق ديال الكرام كروم التين، أوراق التين لما تغلى في الماء وتشرب، وحليب التين، شوفوا هذاك الحليب ديال التين، وحليب التين كذلك يفيد أصحاب السكر ويفيد في الإمساك ويفيد في إفراغ المرارة ويفيد كذلك في الكلية. التين والزيتون يقسم الله سبحانه وتعالى بالتين والزيتون، ويقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم والنجم إذا هوى. والإبل انظروا دائما يبين عظيم خلقه، أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، عظيم خلق عظيم السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الإبل كيف خلقت. يعني الخلق ديال الإبل لا يشبه تماما وبتاتا أي خلق حيوان. الإبل عندها خلق لوحدها. هذه الإبل يا إخوان شحومها ولحومها وعظامها وبرازها وأبوالها وأوبارها وكل شيء فيها نافع. أبوار وبر، الوبر ديال الإبل يجب أن تصنعوا منه أفرشة للأطفال الصغار ضد الحساسية وضد الربو وضد هذه التهاب اللوزتين. وحتى الكبار لماذا لا يتوسدون أوبار الإبل ولماذا لا يفترشون أوبار الإبل ويتغطوا بها؟ براز الإبل يا إخواني، فرت ليش البراز، فرت الإبل كان يعصر ويشرب. حاولوا أن تعصروا فرت الإبل وشموا رائحته، أتحداكم الله ليس فيه رائحة الفرت، ليس فيه رائحة الآن. الجمال الإبل لا تتغذى على النجس أبدا، ولو بقيت بالجوع سنة الإبل لا تتغذى على النجاسة أبدا أبدا، ولا تتغذى إلا على النباتات المشوكة اللي فيها شوك، وكل نباتات المشوكة هي طبية، نباتات طبية، العلماء يجمعون على هذه. فيعني حتى أن هذا النباتات الطبية أنها تستخلص منها الأشياء، الإبل تستخلص منها أشياء وتذهب مع الأبوال، شرف الله قدركم. فأبوال الإبل الآن